وبهذه المناسبة تنضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر. مساء الخير أستاذة سوسن، وأهلا بك في نشرة الثامنة. بحمد الله عاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله إلى أرض الوطن، بعد أن أنعم الله على سموه بتمام الشفاء والمعافاة. ما هي الكلمة التي توجهينها بهذه المناسبة؟ في البداية أحب أهني مملكة البحرين قاطبة، وأقول لهم قرت عينكم، قرت عين البحرين برجوعه، وأهني القيادة اللي استقبلته في المطار، وهذا مو غريبة، هذا التلاحم وهذه المحبة وهذه المكانة العزيزة للشيخ أبو علي، لحبيب الناس، حبيب البحرينيين اللي انتظروا رجعته بالسلامة. مو غريبة أنه يستقبل جلالة الملك وسمو ولي العهد، وإحنا لو صح لنا ولو الظروف كان البحرين كلها طلعت في استقباله. يستاهل أبو علي، الحمد لله على سلامته، والحمد لله على رجعته غانم سالم معافى بإذن الله إن شاء الله، وظهور وأجر وعافية إن شاء الله. إحنا كلنا نتمنى أنك نكون في استقباله، لكن إن شاء الله بتعدي هالظروف وكلنا بنشوفه. والصراحة البحرين افتقدت كثير المجلس الشيخ، مجلس الشيخ اللي كان يضم الكبير والصغير وجميع الفئات وجميع الطوائف ونساء ورجال، مجلس اللي تشوف فيه التعبير الحر عن الكلام والأريحية. كان المجلس يضم الكثير من البحرينيين اللي ينتظرون هذا اليوم في الأسبوع، وافتقدنا أيضا حتى طلته وحركته ميدانيا، ولما يتفقد الأعمال ويتفقد الأعمال بشكل ميداني وبحركة مستمرة ودؤوبة، إن شاء الله هذه كلها بيرجع وهو بصحة وسلامة. كل هاي الأمور انتظرناها وإن شاء الله بتتحقق قريب. نعم أستاذة سوسن، جهود مخلصة لسمو رئيس الوزراء حفظه الله في خدمة مسيرة التقدم والنماء في المملكة، وبكل تأكيد هذه الجهود هي موضع تقدير وإشادة من قبل الجميع. لا شك أن لسمو رئيس الوزراء حفظه الله مكانة كبيرة في نفوس الشعب بأكمله، لما قدمه طيلة حياته من إسهامات كان لها دورها الكبير في نماء وازدهار الوطن. بالتأكيد، وخليني أقول لك شيء، يعني الحين في ظل الأزمة اللي إحنا العالم كله يمر فيها، نعم، الدول اللي استثمرت في البنية التحتية اللي كانت فيها كان فيها التأسيس قوي، استثمرت البحرين على يعني أقول لك يا ترى مو بس من هذه، من قرنين من الزمان هذا الحكم أسس لا. إلى تطور ونماء مستدام، قاعدين نحصد الآن ثماره. يعني سمو رئيس الوزراء الله يحفظه في خلال توليه رئاسة الوزراء أسس للقطاع الصحي، كان بدرجة أساسية مهتم فيها التنمية المستدامة، اللي هو سواء كان لا جائزة باسمه ولا كان هو حصل جوائز دولية كلها متعلقة بهذه التنمية، لأن بالفعل تجربة البحرين تجربة العالم يشهد لها. القطاع الصحي بشهادة تقارير التنمية البشرية، بشهادة منظمة الصحة العالمية، إن البحرين أسست خاصة للرعاية الصحية الأولية، وخلني أتكلم هنا عن هذه الجانب، لأن سموه أبدى اهتمام كبير على مدى السنوات بهذا الجانب، الرعاية الصحية الأولية اللي بفضلها الحين قادرين إحنا نواجه هذه الأزمة. ليش؟ أنا عندي مراكز صحية منتشرة تخدم قطاع كبير من المجتمع ومن الناس، كل حسب كثافة السكانية وحسب وصول سهولة وصول المواطن للمراكز الصحية. استثمرنا في القطاع الصحي بالكوادر البشرية، بالأجهزة، بالأدوية. الرعاية الصحية الأولية مو كل الدول ترى تهتم فيها، يهتمون الناس بالعلاج، لكن بالرعاية الصحية الأولية الدول اللي لها تفكير استباقي، وهذه كان سمو رئيس الوزراء. بنية تحتية نجري ثمارها ونحصد ثمارها الآن بهذا النظام الصحي اللي قادر يحتوي هذه الأزمة ويخلق نموذج تشيد فيه حتى الدول المتقدمة. فسموه كان له نظرة مستقبلية. شوف شلون احنا حين الحمد لله وبفضل من رب العالمين وبفضل هالقيادة الحكيمة وبتوجيهات من جلالة الملك الله يحفظه قادرين نحتوي هذه الأزمة. لذلك الآن احنا نذكر بالخير كل من لبصمة ويد
في وضعنا اللي احنا نستفيد منه الحين. نعم بكل تأكيد. الكاتبة والإعلامية الأستاذة سوسن الشاعر، شكرا جزيلا لك.